مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم الى هذا البرنامج الخاص الذي نقدمه لكم من قناه الجزائر الدوليه ونسلط من خلاله الضوء على قرار قمه الاتحاد الافريقي تعليق منح الاحتلال الاسرائيلي صفه مراقب. القرار الذي اتخذه رئيس مفوضيه الاتحاد موسى فكي في 22 جويلية الماضي دون الرجوع الى اعضاء الاتحاد اثار الكثير من الاستفهامات. الموضوع مآلاته وخلفياته على القاره الافريقيه والقضيه الفلسطينيه نناقشه مع سعيد او سعاده سفير فلسطين بالجزائر فايز محمد محمود ابو عيطه مرحبا حياكم اهلا الله. وسهلا بك حياكم الله بارك الله فيك كما نسعد باستضافه الاستاذ الدكتور محمد برقو خبير في الشؤون الاستراتيجيه والامنيه مرحبا بكم استاذ وشكرا لكما على تلبيه الدعوه لكم إذن شهدت أروقة الاتحاد الأفريقي بأديسا بابا اليوم تعليق منح الاحتلال الإسرائيلي صفة مراقب خلال قمة الرؤساء. القرار تم اتخاذه بالإجماع وشكلت لجنة من سبعة رؤساء من بينهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لتدارس المسألة ورفع التوصيات لقمة الرؤساء قبل الخوض في النقاش حول الموضوع. نتابع التقرير التالي لفهم عبد الله. شهر جويليا من العام 2021، كان الموعد مع قرار انفرادي اتخذه رئيس مفوضيه الاتحاد الافريقي مسفقيه يقضي بموجبه منح الكيان الصهيوني صفه مراقب داخل المنظمه الافريقيه. خطوه ادخلت الاتحاد في مرحله جديده تحت عنوان الانقسام الذي تمخض عن خطا مزدوج في الشكل والمضمون وقعت فيه المفوضيه ورئيسها مسفقيه. خطا في المضمون تمثل في تعارض القرار مع البنود التاسيسيه للاتحاد التي تتبنى القضايا العادله في العالم وكفاح الشعوب من اجل تقرير المصير خطا في الشكل تمثل في اتخاذ القرار بصفه انفراديه دون استشاره الاعضاء الخمسه والخمسين في الاتحاد الافريقي او العوده الى مختلف هيئاته السياديه ومؤسساته الاستشاريه التزاما بقوانين المنظمه وإن كان التوغل الإسرائيلي في القارة الإفريقية ومساعيه المتكررة للفوز بصفة المراقب تعود جذوره إلى أزيد من عقدين من الزمن إلا أن أطماعه في اختراق المنظمة القارية زادت بعدما قدم سفير الكيان الصهيوني في العاصمة الأثيوبية أديس بابا أوراق اعتماده كعضو مراقب لدى مفوضية الاتحاد لتتضاعف الأطماع تلك بتمكنه من نسج خيوط وثيقة مع بعض الأنظمة التي طعنت القضية الفلسطينية في الظهر هنا قيل أن الأبواب فتحت على مصراعيها أمام الكيان الغاصب إلا أن الطريق نحو أديس أبابا لن يكون مماثلا للذي سلكه بنت وقبله نطنيه نحو عواصم التطبيع فهنالك في عاصمة الاتحاد الإفريقية دول أعلنتها معركة دبلوماسية لإجهاض المخطط الإسرائيلي ومنعه من تلويث مبادئ المنظمة القارية بضم دولة الاحتلال معركة كانت الدبلوماسية الجزائرية في طليعتها من خلال الضغط على مؤسسات الاتحاد الإفريقية بداية بصياغة بيان مشترك ضم عشر دول إفريقية عبرت عن رفضها الشديد منح صفة المراقب للكيان الصهيوني قبل أن تتسع رقعة المعارضين لتشمل عواصم إفريقية وعربية ليتم تأجيل الفصل في القرار إلى قمة القادة والرؤساء لم يكن مفاجئا ان تتحول القمه الخامسه والثلاثون الى مسرح للجدال الواسع بين الدول الرافضه والداعمه لاقتحام الكيان منظمه داعمه للقضيه الفلسطينيه منذ تاسيسها الا ان القمه كانت بمثابه عوده القاره بالاجماع الى مسارها الصحيح والجدير بتاريخها المرصع بمواقف رافضه لكل انواع انتهاك حقوق الشعوب في سيادتها وحريتها قمة كللت من خلالها جهود الدبلوماسيه الجزائريه بنجاح في تعليق اعتماد الكيان الصهيوني كعضو مراقب ورفع القرار الى لجنه سباعيه تتكون من الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي السنغالي ماكي سالا والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورؤساء كل من جنوب افريقيا ورواندا والكونغو الديمقراطيه ونيجيريا والكاميرون بعد أن تباهى الاحتلال لسنوات باستعادة علاقته مع عدد من الدول الإفريقية التي وضع فيها أقدامه عبر مساعدات مشبوهة ومشاريع اقتصادية إلا أن ذلك لم يمنع الأفارقة في قمتهم من التمسك بقيمهم التي تضع الكيان الصهيوني على نفس الصعيد مع نظام الأبرتايد ومن إدراك حجم الضرر الذي سيلحقه توغل دولة الاحتلال على تماسك منظمه الاتحاد الافريقيه اهلا بكم من جديد في السادس عشر من اكتوبر المنصرم اعلن المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي عن قراره بتاجيل الحسم في قبول او رفض منح الاحتلال الاسرائيلي صفه مراقب سعاده سفير دوله فلسطين بالجزائر مرحبا من جديد هذا القرار لم ياتي من فراغ بل جاء تتويجا لجهود دبلوماسيه طويله قادت قادتها الجزائر طبعا ودول افريقيه وازنه. لا زال كثير من الدول في افريقيا تؤمن بالقضيه الفلسطينيه، كيف تقرؤون هذه الخطوه وكيف يمكن ان يستثمر فيها من قبل الفلسطينيين؟ يعني اولا مساء الخير مساء والتحيه كل التحيه للشعب الجزائري العظيم والعريق، هذا الشعب المجاهد المكافح الذي عانى ويلات الاستعمار والاحتلال الكولنيالي الاستيطاني، ودافع عن حقوقه وعن نفسه حتى انتصر، وبالتالي لا نجد شعب في العالم يشعر بالشعب الفلسطيني اكثر من الشعب الجزائري، هذا الشعب العربي الشقيق الذي يرفض الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني ويرفض هذه الجرائم التي ترتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني وأنا أعتقد أنه فقط بالأمس يعني كان تقرير تقرير منظمة العفو الدولية الذي صنف إسرائيل كدولة فصل عنصري وأبرتهايد وبالتالي هذا الموقف الجزائري اليوم وتحديدا الموقف الذي صدر عن القمة الأفريقية بتعليق عضويه اسرائيل في الاتحاد الافريقي انا اعتقد بانه هذا انتصار كبير للدبلوماسيه الجزائريه التي حددت موقفا واضحا وصريحا منذ اللحظه الاولى لاتخاذ هذا القرار لا. اتخاذ هذا القرار من خلال رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بالاليات والطرق غير المعهود العمل بها في الاتحاد الافريقي وبالتالي كان موقفا واضحا وحاسما لا لبس فيه لدوله الجزائر الشقيق التي استطاعت ان تقود هذا الحراك السياسي والدبلوماسي في كل دول افريقيا كل دول الاتحاد ووجدت مسانده من العديد من الدول سيما دوله جنوب افريقيا وبالتالي يعني نحن نعتقد بأن هذا الموقف الذي سجلته الجزائر يستحق كل التقدير والتثمين ونحن نعتبره اولا انتصار للدبلوماسيه الجزائريه وثانيا هو انتصار لفلسطين انتصار للحق وللعداله ودائما دولة الجزائر تؤكد وقوفها إلى جانب الحق الفلسطيني ليس لأن, الفلسطيني... لأن الفلسطينيين فقط شعب عربي وتربطهم علاقة وطيدة وعلاقة وثي... وثيقة بالشقيقة الجزائر وإنما لأن طبيعة الجزائر ترفض هذه الغطرة ترفض هذا الظلم ترفض هذا الاستعمار وتريد أن تعبر عن موقفها هذا من خلال رفض أو عدم قبول عضوية حتى ولو بصفة مراقب الاحتلال الاسرائيلي في الاتحاد الافريقي وانا اعتقد بانه هذا انتصار للقيم، قيم العداله والانصاف، آه هذه القيم التي تربى عليها الجزائري الجزائريين، وبالتالي نحن نقدر ونثمن عاليا، واسمح لي باسم الشعب الفلسطيني ان اتقدم بكل الشكر والتقدير والاحترام الى السيد الرئيس عبد المجيد تبون الذي اتخذ هذا الموقف الشجاع وقاد هذا الحراك الدبلوماسي. في كل أفريقيا وفي العالم حتى استطاع أن يجمع هذه الدول لتناصر الحق الفلسطيني وهذا الموقف إن دل على شيء يدل على أن القضية الفلسطينية لا زالت حاضرة وأن العالم بطبيعته يرفض هذا الاحتلال الغاشم المتغطرس الذي يعبر عن كيان أبرتايد وفصل عنصري وأنا أعتقد أنه أصبح من المعلوم في كل العالم ان هذا جوهر الكيان الاسرائيلي بانه يريد ان يقيم دولته على انقاض الشعب الفلسطيني نعم. وعلى انقاض دوله فلسطين ولكن نحن بهذا الدعم السخي من الجزائر الشقيقه واثقون ان النصر حليف الشعب الفلسطيني واجلا ام عاجلا ان شاء الله سينهزم هذا الاحتلال نعم. امام الاراده الصلبه والقويه والمقاومه التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني الذي لم ينفك عن كفاحه المشروع حتى يومنا هذا وان شاء الله سيواصل شعبنا الفلسطيني كفاحه المشروع حتى ينهزم الاحتلال الاسرائيلي وحتى تقام الدوله الفلسطينيه المستقله <تسجيل> وعاصمتها القدس ان شاء الله نعم بروفيسور تعليق عضويه الاحتلال الاسرائيلي بصفه المراقب في الهيئه الافريقيه كيف نقراه توقيتا وهدفا خاصه مع مساعي الجزائر نظن في ثلاث اجابات للسؤال المركب نعم. الاجابه الاولى ان هذا القرار هو تاكيد على قرارات سابقه قرار 2002 عندما رفض تجديد هذه العضويه العضويه بصفه ملاحظ من منظمه الوحده الافريقيه للاتحاد الافريقي وراينا ان الميثاق التاسيسي وضع مجموعه من المبادئ التي لا تتوافق وطبيعه الكيان الصهيوني. نعم. السؤال الثاني انه كل مساعي الكيان الصهيوني لايجاد ارضيه متعدده في افريقيا قد فشلت. طلبه في 2013 2016 للحصول العضويه قد فشلت، محاوله تنظيمه لمؤتمر على مستوى القمه 2016 بطوغو الكيان الصهيوني افريقيا قد فشل ايضا بمبادرات من دول مثل الجزائر نيجيريا و وجنوب افريقيا للتوقيت الحالي في نظري ان توقيت ايضا خاص ومعقد اولا ما نراه ان ان الصف العربي داخل الاتحاد الافريقي قد اصبح مفككا نعم. جانبا تقوده الجزائر رافضين لتقديم هذه الارضيه لكيان يمارس ليس فقط الميز العنصري ولكن يمارس الاباده الجماعيه ومحاولة التنصي تاريخ مقدسة الشعب الفلسطيني ولكن أيضا يشكل تهديدا للأمن والسلم في المنطقة. في المنطقة. وظن أن المغرب الذي أصبح راعيا مع بعض الدول الإفريقية خاصة الفرنكوفونية للمبادرة الصهيونية قد أصبح في موقع صعب حيال هذا القرار نعم. الذي اتخذه اتخذته القمه واظن انه قرار التعليق في نظري انه على المستوى نسميه أن الدبلوماسي انه قد اصلح خطا اقترفه رئيس المفوضيه مفوض الاتحاد الافريقي نعم مح... محمد لانه لم يراعي الشروط الخاصه نعم. الشروط التنظيميه والاجرائيه وخاصه القانونيه الخاصه بمنح مثل هذه الصفه للكيان الصهيوني نعم. ونظن انه ما يسمى بارضيه السيرت في 2005 قد وضعت هذه الشروط منها هذا مبدا التوافق مع مبادئ المبادئ المؤسسه للاتحاد نعم. الافريقي خاصه ما تعلق بقضيه تصفيه الاستعمار ومكافحه التمييز. اظن انه الشيء الثاني وهو وهو الاهم هو هذا رغبه الاتحاد الافريقي وقادته على الحفاظ على وحده الاتحاد لان احد اهداف الكيان الصهيوني ومن يرعى هذه المقاربه نعم. وايجاد نوع من الـ 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 الوضعيه التفرقه داخل الاتحاد ما يجعل هذا الاتحاد غير قادر ان يعني يلعب دوره الاساسي في بناء منظومه متكامله خادمه خادمه لافريقيا واظن أن الجزائر قد برهنت مره اخرى في نظر ثلاث اشياء موقفها ليس دبلوماسي موقفها الرسمي والشعبي ولكن هذا مستوى السياسه الخارجيه انه ثابت وقائم على مبادئ وقواعد مرتبطه بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته في حدود 4 جوان 1967 وعاصمه القدس الشريف. الشيء الثاني ان مكانه الجزائر داخل الاتحاد ليست فقط مساهمات ماليه متميزه او تواجد تاريخ فعل دبلوماسي خادم للامن والسلم والتنميه الافريقيه ولكن بالاساس مصداقيه وصدقيه المواقف <applause> مواقفنا هي مواقف ثابته دائما راعيه للشرعيه الدوليه وراعيه لمختلف التزاماتها والشيء <applause> الثالث اظن انه اليوم القرار المتخذ متوافق مع مختلف الخطابات الرسميه والمواقف الرسميه ولكن اكثر من ذلك السلوكات الدبلوماسيه الدول الجزائريه واظن انه فكره الهروله التي كانت ليس مفهوما بقدر ما هو توصيف دقيق لهذا التطبيع الذي يريد الكيان الصهيوني ان ان يجعله اولويه خادمه لمشروعه وبمشاركة لبعض الدول أظن أنه هذا الموقف جعل من الجزائر دولة ليس فقط قبلة للثوار ولكن بالأساس لها علاقة وجدانية مع القضية الفلسطينية نعم. التي دائماً عنها في كل المحافل الدولية. نعم، سعادة السفير البروفيسور أثار نقطة مهمة جداً وهي مبادئ الاتحاد الأفريقي المبنية طبعاً على دعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها ومناهضة الاستعمار. هذه معروفة وثابتة في القارة الأفريقية. إذا ما رجعنا إلى قرار رئيس مفوضية الاتحاد. ألا ترى أنه فيه تناقض بين ما قام به أو القرار الذي اتخذه صح التعبير من فراد الاتحاد الأفريقي لا شك احنا بنحكي عن قارة عانت من كل من ويلات الاستعمار سي. وقاتلت وناضلت من أجل لا تكاد تخلو دولة أفريقية من عملية قهر حقيقية على مدار سنوات وعلى مدار عقود من الاستعمار العالمي وبالتالي قاتلت وناضلت هذه الدول من أجل تقرير مصيرها من أجل بناء الحصول على استقلالها ومن أجل إنهاء الاحتلال أو الاستعمار لأراضيها وبالتالي يعني قيم مواجهة الاستعمار ومناهضة الاستعمار يعني بالفعل هي قيم موجودة في كل المجتمعات الإفريقية وفي كل دول أفريقيا ولكن للأسف الشديد أنا أعتقد بأن هنالك ضغوط معينه وان يعني ادت الى هذا الموقف الذي لم يراعي لا الاصول ولا المعايير ولا والمبادئ. المبادئ التي من الممكن ان يعمل وفقا لها في مثل هذه القرارات هذا قرار يعني قرار مهم وقرار استراتيجي ولم يكن له ان يمر بهذه البساطه وبالتالي كان هذا الموقف كما قلنا الشجاع الذي بادر فورا لرفض مثل هذا القرار، وأيده مجموعة من دول افريقيا حقيقة، وهذا بالنسبة لنا مهم، وحتى دول عربية افريقية أيضاً ساندت الأشقاء في الجزائر في هذا الموقف، يعني احنا نعتقد بأنه هذا موقف ليس بجديد على الجزائر، وإنما الجزائر بالفعل تريد أن تقول للعالم أنه من غير المقبول أن تكون إسرائيل التي تمارس كل هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني عضو حتى ولو بصفة مراقب في الاتحاد الأفريقي هذا أمر مرفوض، الأمر أخذ جولات وجولات وأنا أعتقد أنها معركة بكل ما تعني الكلمة من معنى وهنالك أيضا آخرين كانوا معنيين للأسف الشديد بوجود إسرائيل في هذه المجموعة الدولية ولكن أنا أعتقد بأنه هذا الموقف شكل سدا منيعا وحصنا لكل المجموعة الإفريقية أو الاتحاد الإفريقي حقيقة لأن وجود إسرائيل للأسف الشديد في أهم تجمع إفريقي وهو الاتحاد الإفريقي والذي يعقد على مستوى الرؤساء بشكل أو على يشكل على مستوى القمة بشكل سنوي أنا أعتقد بأنه هذا يعتبر اختراق حقيقي لدول أفريقيا وبالتالي هذا الموقف اللي لقادة الجزائر بتعليق عضوية اسرائيل مقدمة لانهاء هذه العضوية ان شاء الله بشكل كامل لاحقا، انا اعتقد انه موقف مهم وله ما بعده سواء على المستوى الافريقي او على المستوى العربي او على المستوى الدولي، الولايات المتحدة الامريكية تضع كل ثقلها منذ سنوات على الاقل هي من قبل ولكن بشكل مكثف ابان ادارة ترامب حقيقة حاولت بشكل او باخر احداث هذا الاختراق في كل القارات وفي كل التجمعات وفي كل الاقاليم على المستوى الاقليمي اقصد والمجموعات الدوليه سواء على المستوى العربي على المستوى الافريقي على مستوى على مستويات اخرى من اجل يعني ادخال اسرائيل الى المنطقه نعم. لافساد المنطقه حقيقه وانت تعلم أن انه ادخالها كانه الامر بالنسبه لها طبيعي دوله احتلال تصبح شيء طبيعي من المنطقه انا اعتقد ان هذا غير معقول ومنافي لكل الاخلاق والاعراف والقيم الدوليه ومنافي ايضا لقرارات الشرعيه الدوليه لحضرتك بروفيسور يعني اشرت الها، يعني قرارات الشرعيه مهمه والجزائر تحترم قرارات الشرعيه وانا اعتقد انها انطلقت في مواجهه دخول اسرائيل للمجموعه للاتحاد الافريقي كعضو بصفه مراقب من ايمانها الراسخ بقرارات الشرعيه الدوليه والتي اشرنا قبل قليل لتقرير يعني صادر عن منظمه مهمه على المستوى الدولي التي يعني منظمة العفو الدولية التي وصمت إسرائيل بدولة الأبرتايد والتمييز العنصري وأنا العنصري. أعتقد أنه هي قن يعني قننت وجعلت أنه من الناحية القانونية من المهم والمقبول جدا محاكمة إسرائيل على كل هذه الجرائم جرائم الأبرتايد التي ترتكبها واه. بحق الشعب الفلسطيني أنا أعتقد أن الجزائر شكلت سياجا حصينا ومنيعا لحماية القارة الأفريقية من الاحتلال الاسرائيلي نعم سنعود اليك سعاده السفير بروفيسور لجنه تقرر اليوم انشاء او تشكيل لجنه من سبعه رؤساء تدرس منح الاحتلال الاسرائيلي صفه مراقب يعني هي التي ستدرس وتحسم في الملف ما هي قراءتكم الاوليه لاعضاء او الدول المشكله لهذه اللجنه اظن اول شيء فيه الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي السنغال ثم م -م. رئيس السابق والرئيس اللاحق ترويكا زائد ثلاثه اقطاب فاعله داعمه للقضيه الفلسطينيه فلسطيني. الجزائر نيجيريا جنوب افريقيا نعم. ولكن ايضا وجود بول كاغامي الذي كان بمثابه مهندس اصلاحات الاتحاد الافريقي وظن انه هذه القراءة تؤكد في نظري على شيء على شيئين اثنين هو الرغبة لتكريس التوافق بمعنى اخر الوصول الى انهاء هذا هذا الموضوع من تعليق الى عدم منحه لاحقا نهائيا اظن هي 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 معالجة مرحلية للموضوع الشيء الثاني هو تغليب المصالح العليا للاتحاد الافريقي على على الدوافع التي جعلت ودفعت برئيس المفوضية في قبل أشهر لمنح هذا هذه هذه الصفة للكيان الصهيوني دون مراعاة للقواعد الإجرائية والتنظيمية ولا حتى للاستشارة وأظن أنه ما رأيناه في هذه القمة هو بمثابة أيضا التأكيد على القرار المتخذ من طرف مجلس المجلس التنفيذي الذي حل الموضوع وبتعليق وفي نظري أنه أن أن مستقبل الكيان الصهيوني سوف يكون مستقبلا مضطربا، أقول مضطربا لسببين اثنين، ما, ما, ما نراه منذ ديسمبر 2017 عندما أعلن بشكل غير قانوني رئيس ترامب إعادة النظر في الصفة القانونية والتاريخية للقدس أحد الدول الإفريقية الفاعلة نعم. آه تعيد تصنيف آه علاقتها مع الكيان الصهيوني من علاقات دبلوماسية أولى بوجود سفارة إلى مجرد مكتب, دي مكتب آه اتصال بيرو آه دو ليسون وجنوب إفريقيا ونرى أيضا حاليا هو هذا التوجه آه لتكريس آه نوع من مقاربة صهيونية في افريقيا تقوم على الاختراق ليس فقط الاختراق الاقتصادي أو عن طريق شبكة المشاف ولكن بالاساس عن طريق محاوله لتواجد امني امني متميز لم فقط لم يعد فقط كي صهيوني متمركزا امنيا على مستوى القرن الافريقي ولكن اصبح يدير مكاتب امن, الرئاس أمن الرئاسي امن رئاسي على الاقل دولتين ويسعى لان يكون فاعلا اكثر اظن انه الجزائر اليوم استاذ اكدت في نظري على في هذا من خلال هذا النجاح الجديد على على مجموعه من من الاشياء الشيء الاول وانا الجزائر منذ استقلالنا وممكن حتى قبل استقلالنا لان علاقتنا الوجدانيه مع الكيان والنضال الفلسطيني ونصتنا للقضيه الفلسطينيه لم تبدا في 1900 و67 ولا في 1948 بل, بل بل بدات منذ الحروب الحرب الصليبيه الاولى صحيح سيدي بومدين الغوتي وحكايه ذراعه المدفون بالقدس الشريف ولكن ايضا صحيح. مئات الجزائريين الذين سافروا مشي اقدام للمساهمه في حرب 48 نعم. بومدين رحمه الله الذي قدم شيكا شيكن شيكن على بياض للاتحاد السوفيتي صحيح. لبرجنب لتمكين مصر من اقتناء اسلحه ل آه للحرب لحرب 73 ولا ننسى دور دور اقطاب جزائريه آه مناضله آه في دعم انشاء حركه فتح وفي المنظمه التحرير الفلسطينيه ولا ننسى ان الجزائر كما قال سعد السفير قد دفعت الثمن غاليا لقرار آه لقرار احتضان آه المؤتمر الاستثنائي للمجلس الوطني الفلسطيني في 15 نوفمبر في 1988 <applause> الذي آه، تم الاعلان فيه على انشاء الدول الفلسطينيه وما رأينا بعد ثلاث اربع سنوات آه، ما بالجزائر من حرب آه، حرب آه، ارهابيه ضد الجزائر واليوم نظن انه آه، المواقف الجزائريه هي مواقف ثابته دبلوماسيا ان اول مره يتحدث فيه الرئيس الراحل ياسر عرفات بالامم المتحده كان بي، بي، آه، بتسهيل جزائري ما <applause> رايناه ايضا آه، ان الجزائر دائما في في, في 1980 بعدما جزر الصبرة وشتيلة بلبنان الجزائر فتحت احضانها للفداء الفلسطيني بالتالي مواقفنا صحيح. مواقف الدول الجزائرية مواقف ثابتة صحيح. وهي مواقف سوف تبقى ثابتة جيلا بعد جيل حتى مم. يستطيع الشعب الفلسطيني من, من استرجاع حقوقه المشروع وبناء دولة مستقلة وعاصمة نعم. القدس الشريفة نعم سعادة السفير تحدثت منذ قليل عن مخاطر دخول الكيان الصهيوني الى الاتحاد الافريقي، إذا توسعنا أكثر وتحدثنا عن المنظمات الدولية الأمم المتحدة، ما مدى تأثير ما تم إقراره من تعليق لعضوية الكيان صفة مراقب يعني في الاتحاد الأفريقي على قرارات الأمم المتحدة؟ لا شك أنه ما حدث أمر مهم، مهم جدا وكما قلنا على كل المستويات سواء المستوى الأفريقي أو المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي لأنه أولاً هذا ما حدث اليوم من تعليق لهذه العضوية على طريق إن شاء الله إنهائها بشكل كامل، هذا يقول بشكل واضح إنه لا يمكن لدولة مارقة، دولة ترتكب كل المجازر وتستمر في احتلالها وتضرب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية أن تلتحق بمنظمات أو بمجموعات دولية أو باتحادات مثل الاتحاد الإفريقي أو غيره من الاتحادات لإنه هي تخالف كل قرارات الشرعية الدولية وكأن الرسالة تقول لها امتثلي لقرارات الشرعية الدولية حتى تكوني جزء من المجموعات الدولية أو من الشرعية الدولية مطالما أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية ولا تمتثل لها فبالتالي هي خارج نطاق الشرعية الدولية ونعتقد هذا يشجع الأمم المتحدة بكل دولها على اتخاذ مثل هذه المواقف في كل ما يتعلق بقراراتها اتجاه إسرائيل <applause> هناك مسؤوليات كبيرة على الأمم المتحدة سواء كان على مجلس الأمن أو على الجمعية العامة باتخاذ قرارات حاسمة وفاعلة وتفعيل البند السابع أو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي الحق للأمم المتحدة ولمجلس الأمن تحديدا باتخاذ عقوبات بحق من يتنصل أو يدير الظهر أو لا يلتزم بقرارات الشرعية الدولية وانا اعتقد انه اليوم لا يوجد دوله اكثر من اسرائيل تخترق قرارات الشرعيه الدوليه وقد تكون هي الاحتلال الاخير في هذا العالم وبالتالي مطلوب من الامم المتحده اتخاذ قرارات يعني تساوي هذه المواجهه التي احدثتها الجزائر على المستوى الافريقي في مواجهه اسرائيل، لو كانت الامم المتحده ومجلس الامن تحديدا يتخذ مثل هذه القرارات انا اعتقد بأن الأمر سيكون مختلف ولن تستمر إسرائيل في طغيانها وفي غيها أنت لاحظ الفرق بين ما يجري في مجلس الأمن وبين ما يجري في الجمعية العامة في الجمعية العامة هنالك أغلبية ساحقة يمتلكها الشعب الفلسطيني لأن كل دول الاحتلال ترفض أو ترفض استمرار كل دول العالم ترفض استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وكل هذه الدول مع دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف وأنتم لاحظتم أنه في نوفمبر من العام 2012 عندما تم التصويت على الاعتراف بدوله فلسطين في الجمعيه العامه حصلنا على اغلبيه الص... على اغلبيه ساحقه اجتازت حوالي 138 صوت صوت لصالح فلسطين في الوقت الذي تلهث فيه اسرائيل حقيقه للحصول على اعتراف هنا او اعترافنا عندما عندما ينتقل لو سمحت لي شو ل... لنرى المقاربه عندما ينتقل الامر الى مجلس الامن يظهر الفرق لأن مجلس الامن يشكل على الاقل في خمس اعضاء دائمين جزء منهم وهام مثل الولايات المتحده الأمريكية وبريطانيا وتناصر للاسف م. الشديد اسرائيل و... و... وتترك لها المجال للعبث في العالم والاستمرار احتلالها ولا نعم. تضغط عليها نعم بالشكل سعدت الكافي سعاده السفير هل يمكن اعتبار ما تقرر اليوم في اروقه الاتحاد الافريقي رساله للدول المطبعه لا شك لا شك انه بالتاكيد هي رساله بانه نحن نتعامل مع جسم غريب غير من غير المقبول التعامل معه في هذه المنطقه سواء الافريقيه او العربيه ونعتقد اعتقد بانه هذه رساله واضحه والجزائر لها دور هام في مواجهه التطبيع وفي محاربة التطبيع الذي تريد إسرائيل أن تفرضه في المنطقة من خلال الولايات المتحدة الأمريكية وأنا أشرت قبل قليل بأن ترامب فرض على بعض الأنظمة هنا أو هناك التطبيع مع إسرائيل لأنه يريد أن يعتبرها يعني جزء من الواقع العربي أو جزء من الواقع الإفريقي أو جزء من الواقع الدولي وأنه أمر يعني أنها دولة طبيعية في الوقت التي هي دولة احتلال ودولة أبرتهايد عنصري لا يمكن قبولها على هذا النحو وبالتالي أنا أعتقد بأنه هذا الموقف يؤكد صوابية موقف الجزائر وكل الدول الرافضة للتطبيع لأنه على الأقل على المستوى العربي التطبيع يخالف أبجدي أبجديات الإجماع العربي <applause> العرب أجمعوا في مبادرة السلام العربية على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي من جانب وعدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي أو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي أو الاقتراب منه طالما لم ينهي احتلاله للأراضي الفلسطينية <applause> وبالتالي هنالك موقف عربي واضح وصريح بتجريم وتحريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي أو إقامة <applause> أي علاقات سوية معه قبل إنهاء احتلاله للاراضي الفلسطينيه وقبل اقامه الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس وانا اعتقد بانه ما حدث اليوم خطوه بالاتجاه الصحيح قادتها الجزائر ومجموعه من الدول الشقيقه نحن نكن للجزائر كل الاحترام والتقدير على هذا الموقف المعتاد طبعا والمعهود من الجزائر ولكل من ساند هذا الموقف وانا اعتقد انه ان شاء الله ستكون بدايه اغلاق الباب بشكل محكم امام دخول اسرائيل الى المنطقه بروفيسور محمد برقوق ما مستقبل التوصيات التي سترفعها لجنه الرؤساء طبعا السبعه وهل الفصل في هذه التوصيات سيكون على مستوى اللجنه ام فيه اليه اخرى داخل الاتحاد اظن انه ما دامت القمه قد اقرت لجنه ومن حق رئيس الرئيس الحالي للاتحاد في الافريقي أن, ان ان ينظم هذا الاجتماع وعلى هذا الجنة ترفع تقرير للقمة القادمة من أجل إقرار أقول القرار النهائي وأظن أن القرار النهائي هو قرار تدرجي من الإحالة إلى التعليق وفي النهايه ينظر الى طي الملف ولكن فقط بالاضافه الى سؤالك اخي العزيز اقول انه ما شبه من طلب عضو عضويه ملاحظ ومن رعى من المطبعين افريقي من افريقيين وعربيين أظن نعم. اظن الموقف المغربي في هذه في هذه الحاله قد قد فشل فشلا ذريعا في تنفيذ احد احد غايات التطبيع نعم. تطبيع سنه 2020 واظن انه احد غاياته هو ايجاد مكانه لحليفه ولكن ايضا زرع بذور الفتنه داخل الاتحاد الافريقي ما كان مت... ما كان كثير من الدول تتخوف منه قبل جونيا 2017 وهذا السيناريو سيناريو محاوله لكسر توافقات داخل الاتحاد الافريقي احد رهانات القرار قرار, قرار موسى فقي في 2021 وفي في صناعه عدم الاستقرار وظننا اليوم انه تم آه، تم الحفاظ على هذه الوحده وفي نظري ان حفاظ، الحفاظ المستقبلي وتغذيه هذه الوحده مستقبلا يجب ان تمر حتم بشكل حتمي على انهاء الملف ليس بتعليق فقط ولكن برفض برفض الطلب كما كان في 2002 و2013 و2016 نعم بروفيسور فيه نقطه اخرى هل يمكن ان نتحدث عن سيناريوهات محتمله بعد هذا القرار اظن اظن ان السيناريو اليوم اللي السيناريو الذي يحترم مم. اول شيء مبادئ المبادئ المؤسسه للاتحاد الافريقي وايضا الارث 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 المقاوم لمنظمه الوحده الافريقيه التي اسست من اجل افريقيا للافارقه ولكن ايضا افريقيا خاليه من الاستعمار والاحتلال والتمييز العنصري هو في في تكريسي هذا تكريسي رفضي هذا آه هذا الطلب واظن انه آه السيناريو السيناريو الاقرب للواقع هو السيناريو لان اظن ان الابقاء على التعليق وبمثابه اعطاء آه نوع من التصور بان الافارقه ليس ليس قادرين على آه تحمل مسؤوليتهم التاريخيه والحفاظ على وحدتهم ولكن اكثر من ذلك على الحفاظ على آه قيمهم ومبادئهم المشتركة أظن أنه مسألة الأمم المتحدة أن ساعة السفير تحدث رهان الرهان الكيان الصهيوني وكيف كيف يحيد تصويت الافارقه لصالح القضيه الفلسطينيه نعم. كم يفرح ممثل الكيان الصهيوني بالجمعيه المتحده يوم يمتنع الافارقه عن التصويت رهانهم وكيف لا يصوت الأفارقة لصالح القضية <applause> ويبقون بشكل محايد ويعتبرون ذلك إعلاميا على أنه انتصار نهو. <applause> اليوم أن الأفارقة قد أعلنوا بأن القضية الفلسطينية قضية أيضا مركزية في الاتحاد الافريقي وأن ما قدمه معالي الوزير الأول الفلسطيني من تصنيف للكيان الصهيوني على انه نظام نظام يذكرنا بابارتايد الجنوب الافريقي التمييز العنصري نظام روديزي السابق بان الافارقه عليهم ان يحافظوا على هذه على هذه المبادئ وحفظوا المبادئ وحفاظ على الكينون التي الافريقي نعم سعادة السفير إذا تحدثنا عن الداخل الفلسطيني كيف سيؤثر هذا القرار على وحدة الصف الفلسطيني انا يعني الحقيقه انا يعني فيه يعني فيه امم كثيره تدافع عن هذه القضيه وفيه فلسطينيين يعني هذا هذا أن الفلسطيني يدافع عن عن ارضه أكيد. لكن كيف يعزز وحدة الوحده, الوحدة الموقف وحده الموقف ووحده الصف شك الفلسطيني لا شك يمكن انا قبل الحديث في هذا الموضوع على اهميته طبعا لا. انا كنت ساتطرق لا. له بصراحه ولكن في سياق الدبلوماسيه الجزائريه النشطه لا. يعني احنا نلحظ بانه هذه النتائج لا. <applause> حقيقة جاءت ثمرة هذا الجهد الدبلوماسي نرى حركة دبلوماسية نشطة على كل الأصعدة وبالتالي هذا الموقف يعكس اهتمام الجزائر أيضا بموضوع القمة العربية ويعكس موقفها بضرورة وأهمية التحضير للقمة العربية بشكل يليق بقمة ذات مخرجات استثنائية مخرجات استثنائية بالمعنى أن الوضع اليوم استثنائي ووضع كارثي في كثير من الدول العربية وبالتالي مطلوب قمة عربية يكون لها نتائج استثنائية ترعى كل ما يتعلق بالوضع العربي وتقدم أفضل الحلول لتوحيد الصف العربي ولم الشمل العربي وبالتالي الجزائر في هذا السياق في ما يتعلق بموضوع وحدة الموقف الفلسطيني أول أولاً, أولاً أنا أريد أن أطمئن الكل على وحدة الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني والحمد <applause> لله موحد في كل أماكن تجمعه في الشتات في الداخل سواء في القدس في الضفة الغربية في الثمان واربعين في قطاع غزة في كل قرى ومخيمات الشتات الشعب الفلسطيني واحد موحد في مواجهة الاحتلال لن تجد فلسطيني يشكو ألما من الاحتلال في القدس إلا ويقوم له الفلسطيني اللي موجود في قطاع غزة أو اللي موجود في الثماني وأربعين أو حتى في الشتات بمعنى أن كل الفلسطينيين جسد واحد في مواجهة هذا الاحتلال ولكن هذا الاختلاف اللي على المستوى الفصائلي بمعنى الخلاف السياسي على المستوى الفصائلي والذي أكاد أقول أنه أثر بشكل سلبي على القضية الفلسطينية يجب أن ينتهي واليوم الجزائر الشقيق الذي يقود حراك تحضيري للقمة العربية جعل موضوع وحده الصف الفلسطيني جزء من هذه التحضيرات نحن نامل حقيقه ان تثمر هذه الجهود وان تنجح هذه الجهود في لم الشمل الفلسطيني كما تسعى الجزائر للم الشمل العربي من خلال القمه العربيه جهود كبيره تؤكد على الدور المحوري والاستراتيجي والاقليمي الذي تقوده الجزائر في المنطقه وهذا مهم وان دل على شيء يدل على مدى التاثير والقوه التي تتمتع بها الجزائر وأنا أعتقد الجزائر اليوم بهذا النشاط السياسي الكبير حقيقة تؤسس إلى عهد جديد ومرحلة جديدة ولا لو كانت الجزائر تريد أن تكون دولة تقليدية كما كل دول المنطقة أنا أعتقد كان القمة العربية انعقدت مش من هذا العام من العام الماضي وسجلنا رقم جديد لقمة جديدة دون أي نتائج تذكر ولكن الجزائر الدولة المنتمية وطنيا وقوميا تدرك أهمية وحدة الموقف العربي لم الشمل العربي تريد أن تخلص هذه الدول العربية من ويلات ما جرى فيها على العقل في العقد الأخير من المنصرم الذي أثر بشكل كبير وقسم المقسم وجزأ المجزأ وفتت المفتت للأسف الشديد تريد أن تقول أن العرب قادرون في قمة جديدة أن يصنعوا شيء لأنفسهم وأن يتفقوا على الأقل اتجاه أمرين الحد الأدنى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهو المتعلق بمبادرة السلام العربية وهذا موقف الجزائر الشقيق، انه على الاقل التمسك بمبادرة السلام العربية يضع حد نهائي لمسألة التطبيع في المنطقة ويقول للكيان الاسرائيلي مرة اخرى لا دخول للمنطقة ولا سلام ولا استقرار في المنطقة ولا تطبيع ايضا في المنطقه قبل انهاء الاحتلال واقامه الدوله الفلسطينيه المستقله. الامر الثاني الذي من شانه ان تحققه الجزائر وهو امر في غايه الاهميه ان نرى لم الشمل العربي اليوم بعض الدول العربيه غير موجوده في جامعه الدول العربيه نتيجه الاشكاليات القائمه ونتيجه مواقف او ضغوطات هنا او هناك، الجزائر تريد ان تصلح الامر ويكون الكل العربي موجود تحت قبه جامعه الدول العربيه لتكون لنؤسس لمرحله جديده وعهد جديد ونطوي هذه الصفحه من الشرذمه والضعف والتقسيم على المستوى العربي، نعم. ونامل حقيقه فضل. لهذه الجهود ان تنجح وان تاتي ثمارها في توحيد الصف العربي وايضا ان شاء الله الصف الفلسطيني. نعم، ساعود اليك سعاده السفير بروفيسور محمد برقوق، فيه دول دعمت الكيان الصهيوني في الاتحاد الافريقي، اكثر من 40 دوله، في المقابل بفضل جهد دبلوماسي كبير من ست دول عربيه افريقيه الى 24 دوله، ثم قرار حاسم ومهم جدا، كيف تلقت هذه الدول التي دعم دعمت الكيان هذا هذا القرار من جهه؟ وفي نقطة أخرى ما الذي سيجنيه الكيان الصهيوني بمحاولاته المتكررة التوغل في الاتحاد الأفريقي أظن أخي العزيز أنه يجب أن نذكر بالتاريخ نعم. أن مدى 1957 أول زيارة لمسؤول من الكيان الصهيوني لغانا غانا التي كانت ترمز لأفريقيا الأفريقيين كروما كانت تريد أن تجد لنفسها قاعدة تعوضها عن عن ما كان ما كان ناقصا في مجالها في مجالنا الجيوسياسي الجيو ما رايناه اليوم انه الكيان الصهيوني ومن يسير في فلكه يتحدث عن 46 دوله تقيم علاقات مع مع الكيان مع وجود تقريبا 14 سفاره 14 سفاره ولكن وجود 24 دوله ترفض صراحة ترفض صراحة أي أي تغلغل أو ترسيم لتغلغل الصهيوني في الاتحاد الافريقي وبمثابة الدعم الصريح للقضية الفلسطينية ولكن في نفس الوقت لا يجب أن ننسى أخي المحترم بأن عندما تعارضت المصالح المصالح الوطنية للدول الافريقية مع مصالح المصالح, المصالح المشتركه لمنظمه الوحده الافريقيه بعد حرب 67 وتخلي الدوله كانت لها علاقات عن آآ 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 هذه الارتباطات مع الكيان الصهيوني بقيت حتى سنه 1982 ست دول ست دول فقط تقريباً تقريبا 32 دوله اليوم ما رايناه اليوم وتفعيل فكره الاجماع الافريقي يعني قلت انه آآ انه آآ القرار القادم سوف يكون قرار رفض لان التمرير هو يحتاج على يحتاج لا يحتاج الى 50% زائد واحد بل لثلثين ثلثين من 55 آه هو تقريبا 38 آه 38 آه آه صوت فلا يمكن ل لاي آه لاي دولة داعمة لهذا الطرح ان يحصل عليه. أظن انه آه ثلاث اهداف اساسية للكيان الصهيوني في افريقيا عموما أولا أصوات الدول في الجمعية العامة المتحدة كما قلت وتحييد فكرة الرفض وذهاب نحو نحو عدم التصويت والشيء الثاني هو أيضا محاولة لبناء ما يمكن تسميته منصات للتأثير على القرارات الإفريقية عن طريق شراكات أو عن طريق بالأساس كما قلت هذا التواجد الأمني الكثيف والمتزايد وشيء الثالث يجب ان نقرا ايضا اليوم ما يجري في الاتحاد الافريقي ليس فقط بقضيه فلسطينيه داخل الاتحاد الافريقي بل بعلاقات للكيان الصهيوني مع بعض الدول التي طبعت افريقيا ولكن ايضا التي طبعت عربيا واقول طبعت عربيا لان من تقود من تقود حمله تنمية صوره الكيان الصهيوني وفي والتقليل من من اثار هذه العضويه عضويه ملاحظ هي مطبعه وجاره غربيه لنا، ونظن انه اليوم يجب ان نقرا ونسمي الاسماء باسمائها، لان يعني المستقبل لا لا يرسم فقط ولكن يبنى من انطلاقا من واقع واقع وبمسارة عقلانيه كما قلت انفا ان السيناريو الوحيد والسيناريو الذي يحفظ الاتحاد الافريقي تجانس تجانسه والانتقال من فكره التعليق الى فكره رفض هذه الصفه. نعم، سعاده سفير دوله فلسطين بالجزائر، وزير الخارجيه الجزائري رمطان العمامره كان قد حذر من خطوره تغلغل الكيان الصهيوني في افريقيا على وحده الافارقه ووحده الصف الافريقي. هل استشعر الافارقه وانتم ادرى بهذا الكيان لانكم فلسطينيون وتحت هذا الاحتلال الصهيوني، استشعروا خطر هذا الكيان ووجوده تحت قبه الاتحاد الافريقي؟ شوف يعني الكيان موجود في المنطقه العربيه على قاعده فرق تسد حقيقه نعم. يعني الاستعمار الامبريالي الغربي عندما قرر ان ياتي بهذه المجموعه من العالم ليضعها في فلسطين عبر هجرات متواصله عبر عقود طويله من الزمن وخطط محكمه سواء من الولايات المتحده الامريكيه وكان لها دور مهم في بدايه الهجرات الاسرائيليه اليهوديه الى فلسطين وكذلك بريطانيا ودول الاستعمار الغربي كان الغرض احكام السيطره على المنطقه العربيه لعدم السماح بوحده العرب وبالتالي السيطره على المنطقه العربيه من خلال ايجاد جسم غريب نعم. هذا الجسم الغريب تمثل في الكيان الاسرائيلي وبالتالي وجود هذا الجسم هو بالفعل يجب ان يشعر اي طرف يتغلغل فيه الكيان الاسرائيلي او دوله الاحتلال الاسرائيلي بانه جسم غريب ولكنه يسعى لحاله من عمليه التمزيق والفرقه وانا اقول واثق انه كل ما يدور اليوم في المنطقه العربيه من صراعات وخلافات وتقسيم واقتتال وحروب داخلية نرى ما يحدث في دول عربية شقيقة يؤلم القلب إسرائيل ليست بريئة منه بالمطلق إسرائيل ليست بريئة بالمطلق وبالعكس جزء كبير مما يدور في هذه البلاد هو بتخطيط إسرائيلي هي التي استطاعت أن تدمر وأن تفكك وأن, وأن تصنع كل هذه الحروب وهذا الاقتتال وهذه الويلات في الدول العربية وبالتالي هي ليست بريئة وانا اعتقد بانه وجودها او تغلغلها للاتحاد الافريقي سيشكل خطر على استمراريه هذا الاتحاد او على هذا الاتحاد وسيضع المنطقه في مواقف صعبه ومواقف خطيره وانا واثق بانه بالفعل دول افريقيا استشعرت هذا الخطر وكان هذا الموقف الذي يعني كان انتصار كما قلنا للدبلوماسيه الجزائريه ولكن دعني حقيقه وانا قبل قليل استمعت الى الزميل البروفيسور بانه يعني المواقف الماثوره للجزائر اتجاه فلسطين وبالفعل يعني احنا اذا بدنا نعد مواقف الجزائر اتجاه فلسطين لا حصر لها ونحن مؤمنين ايمان مطلق بانه الجزائر تتعامل مع القضيه الفلسطينيه موضوع عقيدة يعني حتى الجزائر يعني لا يمكن ان تختلف على كل شيء ومع اي حد في الدنيا الا ان تختلف على القضيه الفلسطينيه لانه يعني الموقف الوحيد تقريبا الذي لم يتغير ولم يتبدل تاريخيا واسمح لي أن أقول وأنا أثق حقيقة بما أقول أن الدعم الجزائري ما يميزه عن أي دعم أو الموقف الجزائري ما يميزه عن أي موقف هو غير مشروط بالنسبة للفلسطينيين غير مشروط بأي حال من الأحوال بالنسبة للفلسطينيين ولذلك تجد أنه هذه الثقة وهذه المحبة من فلسطين إلى الجزائر ونحن نقول حتى الثورة الفلسطينية عندما انطلقت في مواجهة الاحتلال، إنما استلهمت فكرة الثورة من تضحيات الشعب الجزائري ومن الثورة الجزائرية التي كانت محل إلهام وفخر مصدر إلهام وفخر لكل الشعب الفلسطيني وأول بدايات وإرهاصات التشكيل الأول لانطلاقة الثورة الفلسطينية اللي كانت انطلقت بقيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. قادها الشهيد الراحل ياسر عرفات وخليل الوزير وصلاح خلف، كانت الأرخصات الاولى هنا على ارض الجزائر، وافتتحت حركه فتح والثوره الفلسطينيه اول مكتب لها في ال 63، علما بانه الحركه انطلقت عام 1965، وبالتالي قبل انطلاق الثوره الفلسطينيه كان هنا مكتب بقرار حكومي. من الحكومه الجزائريه والرئاسه الجزائريه بفتح مكتب لحركه فتح وللثوره الفلسطينيه وهذا يعني كان يشكل اكبر عمليه دعم للشعب الفلسطيني للانطلاق بثورته سيما بعد انتصار الثوره الجزائريه والتي نحن على ثقه بأن هذا الانتصار الكبير اللي حققته الثوره الجزائريه ستحققه ان شاء الله الثوره الفلسطينيه وسيحققه الشعب الفلسطيني نعم. وكما كان يقول دائما الشهيد الراحل ياسر عرفات شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا إن شاء الله سيرفع العلم الفلسطيني على مآذن وأسوار القدس الشريف إن شاء الله واضح جدا في تعقل تعليق بروفيسور نتحدث عن في نقطة أخيرة نتحدث يعني في نفس السياق هل استشعر الأفارقة خطر الكيان الصهيوني؟ أظن أنه منطقيا أقول أنه هناك علاقات قائمة منطقيا نقول هناك استراتيجيه تغلغل، ومنطقيا نقول هناك غياب لتوافق بين الدول حول طبيعه هذه الاستراتيجيه، وكان على الاتحاد الافريقي هناك تغليب اليوم للمصالح المشتركه الافارقه بهدف الحفاظ على كينونه هذا الاتحاد والعمل على بناء توافقات مستقبليه تخدم امن واستقرار والغايات المشتركه للأفارقة، ولكن لا. نقول أنه أيضاً خيري عزيز أن نحن في بداية اليوم، يا يعني بداية نهاية الحلم الصهيوني المدعوم من طرف بعض العرب والأفارقة الخاص بتقديم ما يمكن تسميته بوضعية خاصة تمكن الكيان الصهيوني من الوصول إلى مجموعة من الغايات داخل الاتحاد. ليس فقط الوثائق وليس المشاركة في في الاجتماعات المفتوحة لمجلس السلم والأمن الأفريقي ولا في حضور الجلسات الافتتاح والختام للقمم ولكن الأساس لعمل لعملية تشبيك خادمة لأهداف هذا الاتحاد أفريقيا ولكن أيضا دخل المتحدة أشكرك جزيلا عزيز. شكر البروفيسور محمد برقو خبير في الشؤون الاستراتيجية والأمنية على الحضور على كل هذه التفاصيل الشكر موصول لك سعادة سفير دولة فلسطين بالجزائر الجزائر فايز محمد محمود أبو عيطة شكرا, شكرا لكم ضيفي شكرا على الحضور وعلى شكرا كل التفاصيل التي قدمتوها حياكم شكرا حياكم الله بهذا مشاهدينا وصلنا الى ختام الحلقه الخاصه بقرار قمه الاتحاد الافريقي تعليق منح الاحتلال الاسرائيلي صفه مراقب قدمناها من قناه الجزائر الدوليه شكرا لكم وللفريق الذي رافقنا في امان الله